وصفه البيرن تشيز كيك او سان سيباستيان تشيز كيك هي ليها كذا اسم، فيعني نبتدي فيها. عندنا المكونات هتكون كريم تشيز 650 جرام، كوبايه سكر ناعم للحلو، يعني يا ريت نجيب سكر ناعم مش سكر باودر، وبعدين عايزين 4 بيضات، معلقه صغيره فانيليا، كوبايه ونص كريمه خفق، وربع كوب دقيق، ونص معلقه صغيره ملح، وفاكهه بقى هنزين بيها. نبتدي بقى على طول نعملها. اول حاجه هنحط، لازم نعملها بنفس الترتيب، الترتيب مهم قوي. اول حاجه هنحط الكريم تشيز، تبقى كل المكونات تبقى بدرجه حراره الغرفه عشان تساعد ان احنا نقدر نضربها سريع وما تبقاش ماسكه مننا، فلازم تطلعوها مثلا قبلها بنقول مثلا ساعتين ثلاثه كده، في الحر ممكن ساعتين بس. هنحط الكريم تشيز عليها السكر، كوب وربع سكر ناعم، ونقلب. هي بتنفع بكذا طريقة، احنا ممكن نعملها في العجان، ممكن نعملها بمضرب كهرباء، وممكن نعملها بالايد. انا اخترت النهاردة نعملها على الايد عشان يعني اي حد ما عندوش مضرب كهرباء او عجان او يعني التولز بتاعت المطبخ اللي مش موجودة عند كل الناس تبقى سهلة بالنسبة له ان هو يعملها. هندخل الكريم تشيز كويس قوي مع السكر كده، وبعدين بقى نبتدي نكسر بيضة بيضة. ونضرب واحدة واحدة، يعني نحط الأول بيضاية نضربها، وبعد كده نرجع نحط التانية ونضربها. برضو البيض بدرجة حرارة الغرفة، يعني أنا كل الحلويات على فكرة مش بس دي، كل الحلويات لازم تعملوها بالطريقة دي، يعني ما ينفعش كيكة أجي أعملها أطلع الزبدة من التلاجة ساقعة وأعملها، أو مثلا أطلع البيض ساقع من التلاجة وأعمله، ما ينفعش، يعني هتطلع وحشه. هنحط برضو بيضه بيضه، برضو كل الحلويات بتبقى بيضه بيضه، واغلبيه وصفات الكيك برضو بتبقى سكر وزبده في الاول، فدي سكر وكريمه، يعني هو سيكونس كده مش ماشي عليه كل الحلو مش بس الوصفه دي. الترتيب ده مهم قوي، بيفرق قوي في القوام، بيفرق في التسويه، بيفرق يعني في حاجات كتير قوي. كل ما نضرب بيضة كويس نحط اللي بعدها. طريقتها سهلة قوي، ممكن لو عندكم ولاد صغيرين يدخلوا معاكم المطبخ يساعدوكم فيها، بتبقى لذيذة قوي في أجازة الصيف. دي بقى آخر واحدة، كده بقى حطينا 4 بيضات، ونضربها ايه كويس. برضو ننزل بقى عليها بالفانيليا. كده اتضربت حلو قوي، ما بقاش فيها اي تكتلات، بصوا بقت كريمي خالص. هنحط بقى عليها كوبايه كريمة خفق، هي كوباية ونص تقريبا. ونقلب برضو كويس قوي قوي. بعدين هننزل عليها بقى بالدقيق، دقيق عادي خالص، دقيق خبز مش دقيق كيك، ربع كوباية دقيق على الوصفة دي كلها، ربع كوباية دقيق هي، بس الدقيق مهم ان هو بيمسك الخليط في بعضه. وبعدين اخر حاجة خالص
نص معلقه ملح صغيره. الملح بقى مهم ليه؟ لانه بيفرق قوي في الطعم، يعني بدل ما تبقى مسكره قوي لازم ملح، فنحط نص معلقه ملح. ونقلب بقى ايه تاني كويس قوي. هقول لكم بقى هنسويها ازاي. لازم الفرن يكون متسخن على درجه حراره 190 ل 200، يعني سخن مش زي اي كيكه، لازم يكون اسخن بكتير، وبتقعد تقريبا 50 دقيقه في الفرن. ما نقدرش نفتح عليها خالص غير اخر 10 دقائق عشان ما تهبطش او تعمل كراكس. الميزه في الكيكه دي انها ما بتاخدش حمام ميه، مش زي الكريم كراميل، يعني مش مضطرين نحط تحتيها حمام ميه، او زي التشيز كيك نضطر نحط برضه تحتيها حمام ميه. هجيب القالب هقول لكم هنعمله ازاي. عندنا قالب مفتوح من تحت اللي هو بيبقى سهل كده يتفتح من تحت، ده تقريبا 22 او 20، يعني الاثنين ينفعوا. هنجيب ورق خبز هنكرمشها الاول، هنكرمشها كده كويس، وبعد كده هنحطها في القالب. هنكرمشها عشان تبقى يعني تقعد جوه كده كويس، وهنحط عليها واحده كمان برضو هنكرمشها ونحطها كده. هو ده ورق زبده وورق خبز، يعني انا جبته كان مكتوب عليه ان هو بيشتغل الاثنين، في نوع تاني بيبقى اسمك شويه بس ده بيتحمل الحراره. يعني هنحط بقى الخليط جوه. بصوا نازله كريمي خالص، ما فيهاش اي تكتلات، مضروبه حلو قوي، مش محتاجه ابدا عجان، مش محتاجه مضرب كهربا، مش محتاجه حاجه خالص. حطينا الخليط كله جوه، ده شكلها. هندخلها بقى الفرن على درجة حرارة 190 لحد 200، ممكن 220 كمان على حسب الفرن. لو وشها محمرش من فوق ممكن نفتح الشواية في الاخر، يعني سان اوبشن برضو. ناخدها على الفرن وهنحطها في النص. هتاخد بقى من 45 ل 50، في فران ممكن تقعد لحد 60 دقيقة، يعني ما تقلقوش، هي المفروض تقعد لحد لما وشها يتحرق. هنعمل بقى معاها ايه؟ هنعمل معاها صوص شوكولا. بطريقة سهلة قوي قوي، هنسخن الكريمة تقريبا يعني كوباية كريمة، وهنجيب معانا شوكولاتة هنقطع هنسخن الكريمة قبل ما الكريمة تسخن. هنقطع الشوكولاتة مكعبات صغيرة. ما تنسوش بقى تبعتولي على الانستجرام بيج بتاعتي وتقولولي اخبار الوصفات ايه وعملتوها وعجبتكم ولا ايه. نحط الشوكولاته تسيح،
الشوكولاته حاجه دلكت جدا بتسيح بسرعه قوي، فناخد بالنا انها ما تتحرقش. هنقلبها على طول كده بسرعه بسرعه، هي بتسيح. هنقدمها مع الكيك. عندنا نسخه تانيه عاملينها قبل الهوا، عايزه اوريها لكم. هنزوقها بالفراوله والباريس. بصوا الشوكولاته ساحت بسرعه جدا. هنقلبها بقى من على النار، نطفي النار، نقلبها بقى ايه كده. نحط بقى كمان شويه ورق نعناع ونحط الباريز عليها. انا حابه اقطعها واوريها لكم من جوه شكلها ايه.